بكون هيني طيبين ان شاء الله النهارده هنصبح حلقه جديده من برنامج انترفيوتيشن التحليل الطبي والعصب 4. هنتكلم فيه هنكمل سلسله الليفر وهنتكلم النهارده عن الالبيون. تمام، تعالوا كده نعمل سكيمه بسيطه عن الالبيون. في حاجه في جسم الانسان اسمها التوتال بروتين. التوتال بروتين ده بيعرفني قدره الكبد التصنيعيه. بيتكون من ايه؟ بيتكون من البيومين، بيتكون من جلوبولين، بيتكون من فايبرينو جيل. الالبيومين نسبته موجوده فيه بنسبه 60%، اعلى حاجه في البروتين موجوده في الجسم الايه؟ الالبيومين بتاعي. قال لك يعني النورمال بتاعه من 3.5 ل 5. ممكن الالبيومين يزيد عن الطبيعي؟ قال لك ممكن يزيد عن الطبيعي، ممكن يقل عن الطبيعي، ممكن يقل عن الطبيعي. تمام؟ قال لك بتتلخص اهميه الالبيومين في شويه الحاجات اللي انا هقولها لك دول. يحافظ على توازن السوائل في الدم، فيمنع فيمنع خروجها من الاوعيه الدمويه الى الانسجه. هو بيحافظ على نسبه السوائل موجوده في جسمي. لو حصل اي اختلال هيحصل عندي حاجه اسمها اديما، هيحصل عندي تجمع للسوائل تحت الجلد وهتلاقي الرجل ورمت قوي كده، او هيحصل عندي حاجه اسمها اسيتايتس في البطن وهلاقي البطن بقت كبيره. تمام، تيجي يقول لك الناس بتعمل بزل وبتاخد البيومين وحقن البيومين والكلام ده ليه؟ لان بيبقى عندها مشكله في تصنيع الالبوم، فبيحصل عندي اديما استايتس، وده نتيجه لايه؟ لان السوائل بتتراكم تحت الجلد. تمام كده؟ قال لك كمان بيلعب دور مهم جدا 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 جدا. ايه الدور المهم ده؟ احنا كل حاجه في جسم الانسان ما ينفعش تمشي لوحدها، فلازم في حاجه تشيلها. تمام؟ يعني زي قبل كده قلت لكم الكبر بيتشال على ايه؟ قال لك بيتشال على السيروبلازمين. الفيروتين بيتشال او الايرون بيتشال على ايه؟ قال لك بيتشال على الترانسفيرين. تعالوا بقى نشوف الالبيومين بتشيل ايه؟ نرجع نعمل فلاش باك لحلقه البيلوروبين، قال لك ان الالبيومين بيشيل البيلوروبين. تعالوا نروح للكالسيوم، قال لك ان الالبيومين بتشيل الكالسيوم. لما نيجي نصور حلقه الليفل بروفايل هتلاقي الالبيومين بيشيل الكوليسترول. كمان الالبيومين بيشيل بعض الهرمونز بيوديها للاماكن بتاعتها. وبالتالي هنا عندي نقطه مهمه جدا نخلي بالنا منها. ان انا لو عندي مشكله في الالبيومين هيبقى عندي مشكله في الحاجات اللي قلنا عليها دي. ما هو اللي بيشيلها. يعني لو عندي الكالسيوم قليل هنروح نشوف الالبيوم، لو لقينا الالبيومين قليل يبقى هنا المشكله في الليفر مش في الكالسيوم. لو لقينا الالبيوم طبيعي يبقى هنا المشكله في الكالسيوم، وهكذا على باقي التحاليل. تمام كده؟ تعالوا نعمل هاي ريزلت انتربريتيشن، يعني هنفسر النتيجه العاليه بتاعتي. هو ممكن الالبيومين يزيد؟ طب هيزيد ازاي؟ تعالوا نقرا كده وتشوف الدنيا ماشيه ازاي. قال لك يحدث زياده الالبيوم نتيجه لخلل في عمليه الميتابوليك، عمليه الغذاء. ينتج عنه ارتفاع الالبيومين او البروتين بصفه عامه، ارتفاع في نسبه الكوليسترول. يعني هتلاقي في زياده في الكوليسترول نتيجه لايه؟ ينتج عن ارتفاع الالبيوم نتيجه لارتفاع الالبيوم. الالبيومين هنا بيشيل ايه؟ قال لك بيشيل الكوليسترول. وبالتالي لو الالبيومين حصل له انتاج زياده الكوليسترول عندي هيزيد. تمام كده؟ هتشوف ارتفاع الالبيومين امتى؟ قال لك في حالات تناول وجبات غنيه بالدهون. تمام؟ كمان شرب الكحوليات بنسبه كبيره جدا. كمان حالات الجفاف وكده، عشان الجسم بيفقد كميه كبيره من السوائل. واحنا قلنا ان الالبيومين بيحافظ على ايه؟ على السوائل في الجسم. قال لك كمان حق كمية كبيرة من الالبيومين عن طريق الفين او عن طريق الوريد بتاعي. يبقى نعيدهم تاني، حالات الجفاف، مشكلة في عملية الميتابوليك، اخدنا اكل كتير بالدهون. قال لك كمان ليه اخدنا اكل كتير بالدهون؟ لان هو مسؤول عن ايه؟ عن شيل الكوليسترول. تمام كده؟ قال لك تحقق بيشنت بالبيومين عن طريق الفين بتاعي، وايه كمان؟ وبتاع ده حالات تناول وجبات غنية بالدهون والميتابوليك بتاعي. تمام كده؟ طيب قال لك اللو ريزلت انتربريتيشن او الهايبو البيومينين. تمام؟ اللي هو ايه؟ نسبه الالبيومين القليله. على طول اول ما اقول لك في مشكله في الالبيومين ونسبته قليله لازم تفهم ايه؟ ان المصنع بتاعي بايظ. المصنع بتاعي بايظ اللي هو ايه؟ الليفر مش الالبيومين. عرفني القدره التصنيعيه بتاعت الكبد، يبقى على طول في مشكله في الليفر. زي ايه؟ قال لك زي بقى الهيباتيتس الاكيوت والكرونيك، زي السيروزيس، زي بتاع دوت هتلاقي الفاتي ليفر، زي ما اعرفش ايه الكلام ده كله بيأثر لي على القلب. وكمان في حاله فشل عضله القلب المايوكاردر انفراكشن. تمام؟
اللي هم الناس اللي عندهم مشكله في التغذيه او سوء التغذيه وكمان سوء الامتصاص. كل دوت بيعمل لي مشكله في القلب يومين وبينزل لي ايه؟ بينزل لي نسبته. ده بيعمل لي لو ريزلت. اما ده فين؟ ده لو المشكله في المصنع. طب قال لك ممكن يحصل ان القلب ونسبته تقل بس المشكله ما تكونش في المصنع، هتكون فين؟ قال لك هتكون في الكدني. تمام؟ هيحصل عندي في الكدني حاجه اسمها النيفروتيك سندروم. تمام؟ انا مش عارف ترجمتها. هتقلل لي نسبه القلب. تعال نقول بقى شورت نوت عشان ننهي الفيديو بتاعنا، قال لك ان القلب ممكن يرتبط بالجلوكوز. تمام؟ وممكن نعمل تحليل اسمه الفركتوزامين بيقيس ارتباط الجلوكوز بالالبيومين وهو ما بين قوسين من 14 ل 20 يوم. ده بيديني وقت قليل اكتر من ال HbA1c. تمام؟ طيب قال لك ان في بعض الادويه بتاثر لي على نتيجه التحليل بالنقص. عشان كده لازم اسال البيشنت انت واخد ادويه ولا لا؟ لو لاحظتوا في كل فيديو بنتكلم عليه بيقول الادويه بتاثر، الادويه بتاثر، ده معناه ايه؟ معناه ان الادويه دي مهمه جدا ولازم اعرف المريض بياخد ادويه ولا لا. قال لك زي ايه؟ قال لك زي حبوب منع الحمل، الجروث هرمون، الاسترويدات اللي هي الحاجات اللي ايه؟ اللي الفيميل بتاخدها عشان الحمل والكلام ده كله والهرمون. تمام؟ كل ده بيأثر لي على نسبه القلب. يبقى على طول لما الاقي قلب يومين عندي قليل والبيشنت قدامي بياخد منع حمل يبقى اقول له لا انت توقف الحبوب وتيجي تعيد التحليل تاني وقت في الكونكلوجن بتاعي ايه؟ ان المريض ده بشره حبوب. قال لك كمان إيه ان فتره عمر القلب من 14 ل 20 يوم ودي بتساعدني اللي هو زي ما قلنا لكم ممكن يحصل ارتباط ما بينه وما بين السكر ويخليني اقيس نسبه السكر في الجسم لمده ايه؟ من 14 ل 20 يوم. ده كان ملخص بسيط جدا عن الالبومين. طبعا الالبومين لما بينزل في اليورين انا بعمل بالاستوري بيديني بوزيتيف، لازم اعمل الاختبار التاكيدي بتاعي اللي هو عن طريق اللي انا بجيب 2 مللي من اليورين وبحطهم في انبوبه ازاز وبسخن بالجنب وبعد كده بحط الجليشيال اسيد. لو حصل عندي اللي هو بقى شبه بياض البيض يعني ده بيبقى البيوم، لو اختفت بيبقى امورفس فوسفيت. اتمنى حلقه النهارده تكون عجبتكم، دي حلقه بسيطه جدا. ان شاء الله هنصور حلقه جديده بكره باذن الله مهمه جدا في تحليل الاستول. اشوفكم على خير وابعتوا الفيديو على سبسكرايب.